بانه الدوري الاحترافي انه اللاعبين يقدموا كل ما عندهم باش انهم يعني يعانقوا المنتخب المحلي. هذه محاوله مره اخرى كي ياخذ سبق في هذه المباراه. نتابعوا يعني رضا الهجوج يو مرر، لاحظوا بانه بدون رقابه ويليام جيبور كيوضع الكره بالطريقه اللي بغى. لاحظوا يعني ويليام يعني ارتقاء كان ارتقاء ثم وضع الكره في الجهه اليمنى.